أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن الوقت حان كي يتم بصورة فورية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين لوقف معاناة أسرهم. وأكد زعماء في بيان مشترك أنهم سعوا مع فرقهم جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة، ولا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، مؤكدين ضرورة ألا تكون هناك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدا دعمه الكامل للوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس. وقال ماكرون إن الحرب في غزة يجب أن تتوقف، الأمر بالغ الأهمية لسكان غزة وللرهائن وللمنطقة التي يتعرض استقرارها اليوم للخطر. أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف التي دعا فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة، معربا عن صدمته وفزعه من هذه التصريحات، مؤكدا أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب هو جريمة حرب، وأن العقاب الجماعي بحق السكان الفلسطينيين هو أيضا جريمة حرب. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن محطة توليد كهرباء السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، وهي ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2023-2024 عبر تطبيق مدرستنا بلس. وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة النماذج الأربعة لأسئلة الامتحانات فضلا عن نموذج الإجابة لكل امتحان عبر التطبيق أو من خلال موقع التطبيق. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة التي انطلقت خلال الفترة من 11 من يوليو وتستمر حتى 30 من أغسطس الجاري، وينظم المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية إضافة إلى أنشطة وفعاليات ترفيهية أخرى.